السلام عليكم، معكم مروان بشار. فيديو جديد. الفيديو هذا الاخوان غادي يكون من بلاي ليست ديال نابس. نابس راه ديجا شرحناها، راه غنيه عن التعريف الاخوان. ناس ديال كازا ورباط راهم عارفينها، يعني عن ظهر قلب. كيعطيو بطاقه ديال كازاوي بثمن رمزي، ممكن انك تخدم بها في الانترنت، ممكن انك تخدم بها يعني في المواصلات الى غير ذلك. يعني عندها عده امتيازات ومميزات ديالها اكثر من السلبيات ديالها. فهاد الفيديو هذا الاخوان غادي نشرح لكم كيفاش نشارجيو الحساب ديالنا باش نقدروا اننا نخدموا بلا كارت كيشي سوا في الفيرتشوال، يعني مثلا في شي سيت، اولا نسحبوا بها من الكيشي اوتوماتيك. غتقول لي علاش غادي مثلا انا نشارجيها بحساب ديال البنكه، يعني نخدم بلا كارت البنكه ديالي نيشان. هذا كيبقى راي الاخوان ديالكم. الا بغيتي تخدم بكارت كيشي ديالك ديال بنكه اخرى تشارجي بها، ممكن كانت في المدينه ديالك اجونس ديال نابس، راه تمشي لنابس نيشان وتحط الفلوس. في مدينتي انايا كاينه وكاله وحده، مشيت لها المره الاولى لقيتها كيصلحوها، المره الثانيه لقيتها كيصلحوها، ما وليتش مشيت لها. يعني راه تكون غالبا سدات. يعني نتوما في كازا راكم تلقاوها في جميع الاحياء تقريبا. الناس ديال الرباط وسلا وكازا راهم عارفين الاخوان هاد نابس، راه ما نحتاجش نشرحها لكم. سو يعني الا بغيتي مثلا تخدم بلا كارت ديالهم، راه عندها عده امتيازات تقدر انك تاخذها وبثمن رمزي. راهم مدير لا الصراحه شي ثمن. انا خديت لا كارت ديال كازاوي ب 100 درهم، يعني فيها صلاحيه الاخوان مده طويله. انا خديتها في 2022، هاو دابا غادي تسالي ليا حتى 2027، يعني تقدروا انكم تستافدوا منها الاخوان. انشارجيو الحساب ديالنا بالبطاقه ديال السي اش بونك الاخوان، يعني انشارجيو الحساب ديالنا نابس بالبطاقه ديال السي اش بونك، يعني ناخذوا بطاقه ديال كود 30 او لا اي بطاقه عندنا ديال السي اش ونشارجيو بها الحساب ديالنا. نابس الاخوان التطبيق ديالهم ما فيش بحال كاش بلس او لا بزاف ديال يعني الواليت، يعني فيه مثلا تخلص لا فاكتور ديال الويفي، دير يعني مثلا شي ترانزاكسيون شي حاجه، داكشي محدود. صيفط فلوس، تستقبل فلوس، تشحن الحساب. بلا ما نطول عليكم ندخلوا للشرح. هذا هو الحساب ديالنا. غادي نجيو لهنايا كما كتشوفوا هنا، الا بغينا ندخلوا بينيفيسير جديد، يعني ما عندناش بها غرض. هذه ترانزاكسيون الاخوان، نصيفط الفلوس لشي واحد عنده نيت نابس. وكما كتشوفوا الاخوان هنا ما عندناش ديك القضيه ديال بحال مثلا شي ام واليت اخرى ديال انك تخلص فاكتوره ديال الويفي ولا شي حاجه. سو غادي نديرو هنايا مون نابس. غير رجعنا للباج الاولى، كنجيو لهاد ايكون صغيور هنا ديال البطاقه وكنبركو كنلقاو غوشارجمون كونت. مثلا دابا انا باغي نخلص فاتوره ديال الويفي ثمنها 249 درهم، غادي ندير 249 درهم. اوكي كما كتشوفوا كندير فاليدي. فوالا هنا كيقول لك دخل معلومات البطاقه البنكيه ديالك اللي غادي تشحن بها. هنا كندخلوا الرقم ديال البطاقه البنكيه ديالنا الاخوان. انا غادي نعمر المعلومات كامله دقه واحده باش ما يجيش الشرح طويل ونرجع لكم. فوالا الاخوان كما كتشوفوا دخلت الرقم ديال البطاقه البنكيه ديالي، دخلت لا دات ديكسبيراسيون كود دو سيكوريتي اللي هو سي في في. هنا الاخوان كيبقاو لنا جوج اختيارات لتحت، سوف غاردي لا كارت ولا تاكسبتي يعني لي كونديسيون جينيرال. سوف غاردي لا كارت الاخوان شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها انك كتحتفظ بالبطاقه في الحساب ديالك. مثلا المره القادمه فاش نبغي ندير شحن للحساب ما نحتاجش نهز معايا كارت كيشي ديال السي اش ونبقى نقلب على الرقم وداك الشيء كامل. يعني كتلقاها ضمن الحساب ديالك محطوطه، فقط كتهز البطاقه اللي تشارجي بها. وهادشي كينطبق على جميع البطاقات. اي بطاقه ضفتيها تقدر دير لها سوف غاردي تبقى لك تما وتقدر انك تصوب بها. يعني جاكسبت الكونديسيون جينيرال، هادي راه لا مفر منها الاخوان، يعني ضروري خصك تاكسبت على لي كونديسيون جينيرال. من بعد كدير فاليدي. قالوا لي بلي غادي ياخذوا تقريبا 250.62، يعني فري دو لوبيراسيون اللي هي درهم فاصله 62. يعني دابا هاد العمليه ديال ندير الشحن راه ماشي مجانيه، غادي يدوا فيها تقريبا نقدروا نقولوا 2 دراهم، يعني 250 درهم كيقطعوا ليها 2 درهم. باش تاخذوا كفكره، نتوما براسكم اللي بغيتوا تشحنوا حساب ديالكم تعرفوا شحال يقطعوا لكم. كنديروا كونفيرمي. فوالا الاخوان كما كتشوفوا كتبنا الكود ديالنا، كنديروا فاليدي. فوالا الاخوان كما كتشوفوا هاهم عطاوني ترانزاكسيون افيكتي افيك سيكس، يعني راه دازت العمليه بنجاح. كما كتشوفوا كيعطيوك المونطو هنا، تقدر انك تاخذ كابتور ديكرون او لا سكرين شوت على حسب شنو بغيتي، تخليها عندك كابروف حتى الا ما دازتش الفلوس او لا شي حاجه، كتلقى عندك بعدا واحد القضيه باش تدافع على راسك الا حطيتي ريكلاماسيون. انا ديما في قاعده الاخوان هذه خذوها بتجربتي، دوزي ترانزاكسيون خلصتي فاكتور ديال الويفي واخا يعطيوك الايصال او الوصل سكريني عندك، سكريني ديما ترانزاكسيون. فاش توصل لاخر مرحله ويقولوا لك تم الدفع بنجاح او لا ترانزاكسيون افيكتي افيك سيكسي، ضرب سكرين شوت خليه عندك. دوز واحد تقريبا 15 يوم عاد مسحو. بعض المرات كيتقطع المونطون ديال شي فاكتور وما كدوش الفلوس للموقع او للشركه، كتصدق انت اللي ضايع في طلع وهبط. اللهم يكون عندك سكرين كتعطي باللي راني خلصت، ها هو السكرين شوت. anyway غادي ناخذ سكرين شوت الاخوان لهذه العمليه هذه وغادي نكمل معكم.
فوالا الاخوان كما كتشوفوا ملي كنساليو كنديروا تيرميني كنرجعوا للحساب ديالنا كما كتشوفوا متابعينا الكرام. يلاه دابا دازت ليا الفلوس وطرا ليا مشكل داكشي اللي قلت لكم راه انا حقاش كنكون عارف بحكم تجربتي راني عارف المشاكل اللي كيطراو شحنت الحساب ولكن الفلوس ما دازوش. اتصلت بنابس بالفيكس ديال كازا وقلت لهم شنو طرا شنو طرا لقاو الاخوان كان مشكل انا شاحن تقريبا 249 درهم وما لقاو 24000 درهم دازت لهم في سيستم بحال انا بغيت نشارجي 24000 درهم يعني ديك المونطون اصلا ما كاينش ما يمكنش ديباسي 20000 درهم في الحساب ديال محفظه الكترونيه. لقاو مشكل راني قطعت الريكورد الاخوان اكثر من 20 اولا 25 دقيقه وانا كنساين. يلا دابا صنعوا ليا اكدوا ليا باللي راه الحساب دازت فيه ترانزاكسيون وقالوا لي دخل فيريفي. كما كتشوفوا دابا راه حنا شحنا الحساب ديالنا الاخوان بواسطه البطاقه البنكيه سي اش بنك. حاليا حسابي فيه 249 درهم. هاد 249 درهم ممكن انني نجبد داك 200 درهم بالبطاقه البنكيه ديال النبص نمشي للكيشي كنكتب الكود ديالي وكندير بطاقه كتخرج ليا داك 200 درهم وكيقطعوا 6 درهم الاخوان. بهذه الطريقه كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو ديال الاخوان. كما كتشوفوا دابا ثبت لكم باللي ان الشحن كاين وبالبطاقه البنكيه ديال السياش. ثاني طرا لكم هذا البلان حتى نتوما حاولوا تاخذوا سكرين شوت فاش تكونوا كدوزوا البيمون خذوا لها سكرين شوت وخليوها عندكم باش الا طرا شي مشكله كيطلبوا منكم صيفطوا لهم سكرين شوت الاخوان في واتساب وتكتبوا لهم 6 الارقام الاولى من البطاقه البنكيه والاربعه التوالى كتكتبهم لهم في واتساب حتى كيتاكدوا انك انت اللي دوزتي ديك العمليه عاد كيطلقوا لك الرصيد. متابعينا الكرام غادي يكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا ونتمنى تكونوا خديتوا معلومه جديده عاوتاني باش ديروها في بالكم. النصائح اللي كنقدم لكم الاخوان راهم نصائح قيمه ونصائح لا تقدر بالثمن لان الاخوان راه ما كاينش في هذا الوقت اللي يعطيكم كل شيء مجانا. انا كنقدم لكم اي معلومه كنشاركها معكم فقط للتوعيه باش كلشي ياخذ معلومه سواء عندك حساب بنكي او لا ما عندكش ممكن انك تاخذ نبذه مختصره عن العالم البنكي. متابعينا الكرام على امل اللقاء بكم في فيديو قادم ان شاء الله. كان معكم مروان بشار الى اللقاء.